عايزين بس حضرتك توجه رسالة لشعب دمياط. بقول لكل الشعب الدمياطي كل سنة وحضراتكم بألف صحة وخير ووصلكم في خير يا رب وسعادة، وربنا يديم عليكم السعادة ويعني يوسع رزق الجميع إن شاء الله. وأنا بتمنى إن كل الشعب الدمياطي يبقى عنده قدر كبير من الوعي زي ما أنا متعود منهم، في ظل الظروف اللي بتمر بيها بلدنا لازم كلنا نقف مع الدولة. ده وقت مهم جدا 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 ان احنا كلنا نقف على قلب رجل واحد. بقول لو انا سوري وبلدي حصل لها حاجه هلاقي دوله تانية اروح لها هي مصر، لو انا ليبي وليبيا حصل لها حاجه هلاقي دوله تانية اروح لها وهي مصر، لو انا يعني عراقي هلاقي دوله تانية اروح لها، لو انا كويتي وحصل لا قدر الله في الكويت حاجه كانت مصر موجوده، طب لو انا مصري وحصل حاجه لمصر هيبقى من المستحيل ان انا الاقي مكان تاني. بقول لهم حافظوا على البلد دي، البلد دي تستاهل كل خير بصرف النظر عن كل المشاكل اللي عندنا. الحمد لله رب العالمين احنا قادرين نقف وقادرين نواجه الصعاب، خلينا كده لان لو ما بقيناش كده هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. ارجوكم مفيش دوله تانية هتقبل بمواطن مصري لو حصل في مصر حاجه يروح ويقيم عندها وتديله امكانيات، فاحنا دولتنا مفيش احسن منها، ارضنا وبلدنا، اتولدنا هنا وتعلمنا هنا وهنشتغل هنا وبنشتغل هنا، واولادنا هيجوا هنا وهيعيشوا هنا واحفادنا هيجوا هنا وهيعيشوا هنا. حافظوا على البلد دي والا البلد دي ممكن تضيع، ولو ضاعت لا نلومن الا انفسنا. ان شاء الله عمرها ما تضيع ان شاء الله، ان شاء الله محفوظه بامر الله سبحانه وتعالى، محفوظه دايما. وعندنا الحقيقه رئيس دوله يعني قائم على كل الامور قدر ما يستطيع من جد واجتهاد واخلاص ونيه صادقه ان هو يقدر يعمل حاجات كتير للدوله. لازم نساعده، صحيح الامكانيات ضعيفه لكن لازم نساعده ولازم نقف معاه ونبطل اختلاف، الاختلاف ده هيسبب مشاكل كتير. وخلينا نتفق ونقول كلمه مهمه، اوعوا من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقت تستخدم ضد الوطن، اوعوا من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بدات تستخدم ضد الوطن، بتستخدم بهدوء شديد وبسياسه كبيره جدا جدا جدا. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان اللي بيحصل ده ما يؤثرش على مستقبل بلدنا. شكرا، كل سنه وانت طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب. شكرا.